كاتب التاريخ وهداف من طراز رفيع، ثنائي جديد بات على أعتاب السقوط تحت مقصلة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري، والذي سيطيح بهما لإفساح المجال لأسماء جديدة. على مدار الفترة الماضية شهد المنتخب الجزائري تعديلات كبيرة، بداية من التخلي عن المدرب الوطني جمال بلماضي، والذي فشل في قيادة الجزائر لتحقيق الإنجازات على مدار السنوات الماضية. السويسري فلاديمير بيتكوفيتش تولى المهمة خلفاً لجمال بلماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح جميع الحرس القديم في الجزائر مهدداً بخسارة مكانه في صفوف محارب الصحراء. المفاجأة أن بيتكوفيتش أطاح في معسكره الأول بكل الحرس القديم دون استثناء، حتى أنه تخلى عن الساحر رياض محرز وكذلك يوسف البلايلي وغيرهم من الأسماء الكبيرة. المهاجم العملاق والهداف التاريخي للمنتخب الجزائري إسلام سليمان كان أحد ضحايا القائمة الأولى لبيتكوفيتش، ورغم خروج تقارير تؤكد أن الأمر حدث بالاتفاق، إلا أن تقارير أخرى أكدت أن هذا لم يحدث على الإطلاق. وفي الوقت الحالي يخطط بيتكوفيتش للتخلي عن اسمين جديدين من بينهم سليماني، لضخ دماء جديدة خصوصاً على مستوى الخط الهجومي للمنتخب الجزائري، بعدما قدمه النجوم الجدد في فترة التوقف الأخيرة من إبداع. إسلام سليماني خرج بشكل نهائي من حسابات بيتكوفيتش بعدما وجد ضلته في نجوم أخرى، لكن المفاجأة هي خروج بغداد بنجاح كذلك من حسابات المدرب الجديد. بنجاح لم يعد المهاجم الأساسي للمنتخب الجزائري تحت قيادة بيتكوفيتش، والذي لا يخطط لمنحه فرصة جديدة بعدما فشل في إظهار قدراته خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. الحال لا يختلف كثيراً بالنسبة لإسلام سليماني، والذي خرج من حسابات المدرب السويسري منذ البداية، ومع تقدمه في العمر ووجود أسماء بديلة وخاصة الأسماء الشابة بقدرات خاصة، لن يعود التاريخي لصفوف محارب الصحراء من جديد. بيتكوفيتش سيعتمد على إلغاء مركز المهاجم الصريح في صفوف المنتخب الجزائري في الفترة الحالية، وسيسمح بخطة يعمل عليها حالياً للاعب الهجوم وكذلك لاعب الوسط بالعمل معاً للضغط على مرمى الخصوم، وسيحول فريق محارب الصحراء إلى فريق هجومي بشكل كبير ومن طراز خاص. أمين غويري الجوكر الجديد لمنتخب الجزائر سيكون محور الخطة التي يضعها بيتكوفيتش هجومياً، خصوصاً وأنه قادر على اللعب في مركزي الجناح وكذلك اقتحام عمق دفاعات الخصوم، وهو ما يمكن فعله كذلك من خلال محمد الأمين عمورة وياسين بنزية الذي تألق بشكل كبير. هجوم المنتخب الجزائري وفي غياب الحرس القديم سواء سليماني أو محرز أو حتى البلايلي ظهر بشكل قوي للغاية في مواجهتين وديتين أمام بوليفيا وكذلك جنوب إفريقيا، إذ سجل هجوم الجزائر 6 أهداف في المواجهتين الوديتين.